نصبح بالخير على ضيوفنا هدي العواد. صباح الخير لك، اهلا وسهلا فيكي. مديره مشاريع بالشركه الاقتصاديه الجلبوع، واصل عيلتكم مهجر من معلول، صحيح؟ صحيح. اسا رح نحكي كثير كثير. وعنان عواد صباح الخير لك، اهلا وسهلا فيك. موسيقي وايضا من مهجري معلول، ورح نحكي كثير معكم. نحكي شوي صغيره هيك قصه معلول نسمعها منكم، كيف وصلت لكم، نسالكم من مين وصلت لكم كمان. تمام، اللي بتحبوه سوا بتقدروا تساعدوا بعض. اي طبعا، اول شيء يعني قصه معلول، احنا عمليا احنا الجيل الثالث من ما بعد يعني التهجير، اللي بالاساس كانوا اهالينا اللي هن اجدادنا وقسم من عمامنا الكبار كانوا ساكنين بهاي القريه، فاحنا سمعنا هاي الروايات من اجدادنا ومن عمامنا الكبار، خاصه احنا سمعناها من ستي، وطبعا احنا بنحكي انه سمعناها بكل التفاصيل بكل المحلات الموجوده، حتى يعني رسم للمكان كيف كان، كيف كانوا يطلعوا، كيف كانوا يروحوا ويجوا، فهذا الشيء اللي احنا سمعناه منهم. الوصف عاده كمان هدي اذا بتحب تساعدينا بيكون مصحوب بتفاصيل وتفاصيل بمشاعر وقصه، واذا بدي احكي على الطريق منين كنا نطلع منين كنا ننزل، فبصير في عنا احنا كهذا الجيل اللي ما عاش لكن حاول يتعايش مع هاي القصص وهي المشاهد، بحاول يبني هذا المشهد. كيف انت تلقيتي على سبيل المثال، واي وصف خيالي اللي هو عن جد قريب على الواقع ولا لا؟ أنا متذكرة أنه أول حدا خبرني لقصة معلول هو ستي سليمة أم نصري، هي كانت من مواليد العشرينات، هي خلقت كبرت وتزوجت وخلفت قسم من أولادها بمعلول. على طول كنت هقعد معاها، إحنا وكمان جميع الأحفاد كانت تقعد تخرفنا قصة معلول، كان مهم لإلها كتير دايما تحكي لنا عن علاقة أهل البلد ببعض، عن قديش كانت الحياة بسيطة بس قدي كانوا سعداء بمعلول، كانت تحكي لنا وتشدد على كون البلد هي مختلطة، كانت بلد اللي فيها إسلام ومسيحية وكانت علاقتهم جدا طيبة ببعض، كانت كتير مهم لإلها دايما تشدد لنا قديش كان هناك فيش إشي اسمه تفرقة، فيش إشي اسمه عنصرية بين أهل البلد، كان في قلب واحد، كان في هم واحد، كان في إيد واحدة كلهن بالبلد، دايما كانت تحكي لنا هاي الأشياء وترسخها بذهننا كل الوقت. أحلى قديش مؤثر هاي التفاصيل عنان، وهدي اللي بدي أرجحكم بالذاكرة لأول مرة زرتوا معلول، يعني كأطفال أول مرة في حدا من العيلة أخذكم من إيدكم ورحتوا تزوروا معلول، عنا واضح المشهد وينتا كان، شو حسيتوا، قديش شفتوا هذا التصور مطابق لإيش نحكالكم؟ نبلش مع هديل. أول إشي معلول بتبعد عن وين إحنا موجودين وين إحنا ساكنين، إحنا من سكان يافت الناصري، معلول بتبعد عنا بين 2-3 كيلو متر، يعني إحنا ما تهجرناش لمحل اللي هو كتير بعيد، فهذا كمان واحد من الشغلات اللي بيساعد على الذاكرة إنها تضلها كمان موجودة. إحنا 95% من أهل البلد تهجروا على يافت الناصري، و5% تقريبا اللي هن في منهم قسم تهجر على سوريا، في قسم على لبنان، وفي منهم اللي تهجروا كمان اللي هن موجودين حاليا بالشتات. متذكرة إنه إحنا يعني أول ما رحنا على معلول كنا نشوف حرش اللي هو يعني مهجر، في حجر هون، في قبر هون، طبعا في مقبرة الإسلام موجودة إحنا بنقدر نشوفها، بينما المقبرة تبعت المسيحية هي موجودة بالقاعدة العسكرية بمعلول، هي قريبة على الكنيسة، هي قريبة على الكنيسة، صحيح. بس إحنا ممنوع نفوت صحيح عليها، جوا كتير في كتير ناس اللي حاولت إنها تطلب إنها تزور قبر أبوها أو قبر أمها، ولكن ما أعطوا موافقة على الموضوع، فحاليا إحنا بس موجود في عنا كنيسة للكاثوليك، كنيسة مار يعقوب، وفي كمان كنيسة للروم، وفي كمان جامع اللي هو قسم منه كمان مهدم، واشتغلوا كمان على إنه يرمموا قبل سنتين. نسمع قصتك مع معلول كمان. أكيد، أنا متذكر يعني إحنا أولاد صغار لما هيك كنا نروح ياخذونا الأهل دائما نلعب هيك ونقعد بالمحلات، فبصيروا يحكوا لنا هاي معلول، يعني أنا مش كتير بصراحة متذكر إنه أنا صغير كنت فاهم هذا الإشي، ولكن نوعا ما لما بنكبر بنبلش نسمع إنه معلول شوي شوي، يعني بصير في عنا وعي وبصير في عنا معرفة أكثر وإدراك للبلد ولأهمية البلد. ومعلول كمان يعني هي مش صغيرة، مش إنه محل صغير، في إلها يعني شقين، في شارع رئيسي اليوم هو موجود بيناتها، ففي جهة اليمينية هيك والجهة اليسارية، فعمليا وكنت أسمع، أنا متذكر مرة وأنا صغير سمعت إنه يعني هاي الأرض اللي هون موجودة هي الأرض تبعتنا الموجودة بالطابو، ف
فحتى انا احنا ما كنتش فاهم شو معنى هاي الكلمه، ولكن شوي شوي لما كبرنا فهمنا بالضبط هاي الاحداث وفهمنا هاي الكلمات تبعت اهلينا وفهمنا ليش هن بحب يروحوا، خاصه يعني هي كانت ايام الاحد وايام الفراغات على هذا المحل مش على محل ثاني. هذا الواقع الاليم والمركب. وعلى فكره لما قالت هديل احنا بعاد 2 او 3 كيلو عن معلول، زي اللي اول شيء كنت اقول هذاك بوجع اكثر، بس بهاي المواضيع ما بنعرفش نحصر مشاعرنا. افكر كمان اللي موجود بسوريا او بلبنان وهو مهجر من معلول، كمان البعد بالنسبه له بوجع اكثر، فصفت في اختلاف بالبعد الجغرافي ولكن مشاعر الالم هي بالضبط واحده. بالضبط. وترابط ايضا معلول مع قريه المجادل ايضا المهجره، وهي الالف اللي كانت بين القريتين، فكمان ايضا من المجادل اللي تهجروا ليافت الناصري ومدينه الناصري. بس للمعلومات العامله اللي ما بعرف ايضا الموجودين بالشتات اللي غير مهجرين، لانه المهجرين بيعرفوا انه هي قريه معلول تقع 12 كيلومتر غرب الناصري و30 كيلومتر جنوب غرب حيفا. معلول هي بالأصل لفظي كنعانية معناها المدخل أو البوابة، ومن المعتقد إنها أقيمت فوق المكان اللي كانت تقوم عليه المسمى أهلول أو مهلول الرومانية بالأصل، وكانت تابعة في حينه لصفوري، وهيك عرفها الصليبيين باسم معولة. هاي للمعلومات العامة عن قرية معلول، من قرية معلول المهجرة. كمان شوي رح نزودكم بعض المعلومات. أكيد أكيد. نرجع شوي لهديل وعنان، وكمان أرجع بالذات لهديل. لابد إنه من الرواي في قصص مؤثرة، في قصص اللي جداتنا وأجدادنا بحكوا لنا إياها ويمكن ما كنا رح نعرفها بطريقة أخرى. احكي لنا هيك حدث أو قصة اللي لليوم أنت بعدك لما بتحكي عن معلول بتحكي عنها وبتسرديها. بدي أحكي عن قصة اللي أنا اليوم الجيل الثالث متذكرتها، وإحنا كمان الجيل الرابع مهم لإلنا إنه نرسخها بذهنهن كمان. قصة الست حكت لي إياها اللي هي قصة شخصية، اللي هي بتحكي عن ذاكرة شخصية لإلها. حكت لنا عن قصة زواجها من سيدي. ستي كانت لويحة بالدبكة، وسيدي كان يدق على اليرغول، فبإحدى المناسبات التقوا مع بعض، وستي عجبها سيدي بالمناسبة. قصة الحب بالضبط. فستي قالت له قدام كل الناس، بالله سألوا لي دقاق المجوز كأنه عزابي ولا متجوز، وسكنك عزابي من عز حبابي، وسكنك متجوز سكتر من هون. فرد عليها سيدي عزابي عزابي ثلاث ايام خطبوا وتجوزوا. يا الله اجمل القصه. القصه هي هالقد بسيطه وهالقد كانت مكلله، يعني بقصه زواج واولاد، سبع اولاد، وكانوا عايشين مبسوطين كثير. صور هيك يصير هيك اليوم يعني. اليوم بثلاث ايام لويحه يعني رويسي يعني يعني قياديه طبعا، لان هن نساء فلسطين، هن نساء جدعات معروفه. بالضبط بالضبط. هذا اللي بحكي عليه. شو رايك انت؟ انا رايي هذا شيء كثير 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 حلو كموسيقي كمان. في يرهول بالقصة، وفي شعر، وفي سجع. هاي انتقلت بالجينات بالوراثة يا أستاذ عنا. أو في كمان قصة بحب كمان إني أشارككم فيها، اللي هي بتأكد على العلاقة الطيبة اللي كانت بين أهل البلد مع بعض. كان في هناك خطيب للبلد اسمه سعيد الخطيب، اللي هو الإمام تبع معلول. الإمام مرض لمدة 6 أيام، فهناك شخص اللي اسمه سالم اليوسف، اللي هو رفع الأذان، اللي هو مسيحي، رفع الأذان بمعلول محله. ويعني هاي القصص يعني ستي حكتها لأبوي اللي هو جيل الثاني، إحنا جيل الثالث، وإحنا مهم لإلنا كمان برضو هاي الذاكرة الشخصية اللي هي يعني جزء من الذاكرة الجمعية، برضو ننقلها للأجيال لقدام ولقدام. شايف الابتسامات والضحك اللي عماله بيطلع؟ فكرك هيك اللي عايش كان بفترة التهجير عم بيبتسم ولا عم بيبكي أكتر؟ شو رأيك؟ حاليا يعني طبعا يا ريت يقدر يبتسم. أنا بقول يعني فاهم كيف، لأنه يعني أنا دائما متذكر يعني ستي حتى لما انتقلت لرحمة ربنا، فكانت دائما تعيش، فدائما كانت تقول أنا نفسي أنه أرجع على البلد، نفسي أقول لها يا ستي ما إحنا يعني إحنا صغار، كل ما إحنا عايشين هون يا مبسوطين عنا بيت وكذا. قال لا أنا نفسي أرجع على معلول، وإن شاء الله يصل اليوم اللي فيه أكون يعني هيك فيها وأرجع على بلادي. فهي يعني صعب جدا لما أنا بسلب إشي منك، ولما أنا بجردك من كل مادياتك، من كل عواطفك، من كل إشي، فأنا باخد بيتك، أرضك، تاريخك، تراثك. هذا إشي جدا جدا صعب، يعني صعب على أي إنسان اللي يتقبله. صحيح صح.
في تصور لكيف ممكن تكون العودة لمعلول إذا هيك ربنا أشاء وأراد أنه ينفك هذا الحصار؟ كيف ممكن تكون هاي اللحظة وإيش كيف ممكن يرجع ينبنى؟ أنا بفكر أنه العادات اللي إحنا اليوم كأهل معلول شباب وصبايا وجيل تاني وجيل ثالث وحتى جيل أول إحنا من يعني بنعملها هي بتأكد على حقنا في العودة. إحنا اليوم لسنة 19 في عنا طقس اللي هو ثاني يوم عيد الفصح كلياتنا منلتقي بمعلول ومنعمل قداس احتفالي بالبلد اللي فيه بشارك أربع أجيال، بشارك شباب صبايا المعمرين بالسن اللي هن الجيل الأول بيكونوا موجودين معنا، بيكون في أطفال اللي هن الجيل الرابع وكتير أشخاص تانيين بيكونوا موجودين معنا، كلهن بيجوا وبيحاولوا إنه كلهن يكونوا موجودين بهذا اليوم اللي هو هذا يعني واحد من العادات والتقاليد اللي احنا فيها منأكد على حقنا في العودة لوطننا ولأرضنا ولأرض أجدادنا اللي هي معلول. مؤثر جدا. مبادرات شديتوا الهم فيها أكثر وأكثر وإحنا كتير فرحنا لما عرفنا أنه في هيك إشي عماله يقام أو مقام مسبقا وعم في استمرارية. بنحكي على عودتكم لا معلول لكن بطريقة مغايرة، نحب نسمع منها. تمام. بحب أذكر إنه يعني اليوم معلول هي واحدة من أهم المناطق لركوب الدراجات الجبلية، لأنه تضاريس البلد وطبيعة البلد تضاريسها بتسمح إنه يكون فيها مسارات اللي هي رائعة جدا، مسارات بمستويات مختلفة فيها تكنيك اللي هو جدا عالي ممكن نستعمله. فمن حوالي الأربع أو خمس سنوات بلش ينعمل مسار لركوب دراجات الجبلية اللي هو بمبادرات فردية، وشوي شوي بلش الإشي يتطور أكثر وأكثر وصار في وعي لهاي الرياضة ولهذا المكان. وبحب أذكر هنا يعني الأستاذ هشام بشارات، هو من اللي هو مركز الرياضة بالمجلس المحلي بيافة الناصرة اللي بيقوم بمبادرات اللي هي واسعة جدا كمان لصيانة هذا المحل ولأعداد اللي هي شبكة من المسارات. حلو. فشوي شوي عماله بصير في مسارات وحتى على مستوى عالمي عمالكم. صحيح عمالكم في كمان سباقات اللي هي بمستوى عالمي جدا، وأنا شاركت بواحد من هاي السباقات كوني راكب دراجات وكوني كمان مدرب دراجات. ففي سباقات اللي هي جدا كمان صعبة يعني بتقنيات بيستعملوا تقنيات اللي هي كتير كتير متطورة مثل الليزر وشغلات عن هالشكل. حلو. وناس بتيجي بتخيم. وكمان مهم أذكر هنا إنه واحدة من الشغلات اللي إحنا بنعملها دائما كمان بناخد طلاب اللي هن طلاب مدرسة اللي بيكون في عندهم يعني بناخد لهم نعمل لهم مسيرة اللي هي مثلا مثل مسيرة الربيع مثل مسيرة الدراجات اللي بمعلول، باخدوهم كمان اللي بعرفوهن على هاي البلد وعلى هذا على هاي المسارات الموجودة غاد عن طريق الدراجات. رائع. كل الاحترام لكم، شو فخورين فيكم كتير، وإحنا كمان بدورنا بندعو الجميع اللي ينضموا لكم على هاي المسارات وزيادة الوعي لكل قرانا المهجرة مع الرياضة، وهذا أكتر من جميل. أكيد موجودين بصفحاتكم الخاصة فبقدر يتابعوكم. عنان هديل شكرا لكم، شكرا على نقل هاي المشاهد وهاي الصور لإلنا ضمن صباحنا غير.